أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 9 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام للمخيم. كما أفادت الوزارة بوقوع حالات اختناق في صفوف المرضى، بينهم أطفال داخل مستشفى جنين الحكومي، نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه المستشفى. وأكد الجيش الإسرائيلي انسحابه من مخيم جنين في الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي شنه في مخيم جنين أسفر عن مقتل من وصفهم بمسلحين ينتمون لحركة الجهاد. مزيد ينضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كناعنة. نضال، طبعا بيان الجيش الإسرائيلي يختلف عن يعني عما تحدث عن التقارير الفلسطينية في أكثر من 9 قتلى، لماذا هذا التضارب في المعلومات وكيف تم قراءة هذا الاقتحام ونتائجه؟ نعم ماجد، أولا الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أهداف هذه العملية وهي اعتقال وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي طبعا، لكن الجيش يقول بأنه عند محاولة اعتقال أعضاء هذه الخلية تم إطلاق النيران من قبل أعضاء الخلية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي اضطر إلى تصفية هؤلاء، وأن أثناء عملية الاعتقال كان هنالك إطلاق نار من مسلحين ليسوا أعضاء في هذه الخلية رسميا، وبالتالي هذا أدى إلى اشتباكات مسلحة داخل المخيم أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا داخل المخيم. رغم النتائج المأساوية لهذا الاقتحام الإسرائيلي للمخيم، الجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه سيستمر بالعمل في كافة مناطق الضفة الغربية إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. أيضا الجيش الإسرائيلي يحاول تبرير هذه العملية بأنها كانت عملية حتمية لا يستطيع التنازل عنها بسبب وجود خطر فوري لتنفيذ عملية داخل إسرائيل، وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها عملية غير تقليدية في محاولة من الجيش الإسرائيلي للتغطية على أسباب هذه العملية. أفدنا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري محادثات أمنية في وقت لاحق اليوم للتباحث على الأقل في النتائج وفي تداعيات هذه العملية العسكرية على الأمن في الضفة الغربية بشكل عام وفي القدس وأيضا في الداخل الإسرائيلي. سمعنا عن تعزيز لقوات الأمن الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وعن رفع حالة التأهب لدى منظومات القبة الحديدية، وأيضا كل ما يتعلق بالدفاع الجوي في محيط قطاع غزة وفي المناطق الجنوبية. هنالك الآن وفي الجانب الفلسطيني أفدنا بوجود بعض المواجهات في مختلف مناطق الضفة الغربية، في رام الله مثلا هنالك مواجهات على حاجز بيت إيل على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، تم الإعلان عن إضراب شامل في معظم المحافظات الفلسطينية ردا على ما يسمى فلسطينيا بالمجزرة في مخيم جنين. على العموم لغاية الآن منذ مطلع هذه السنة ولغاية الآن سقط 29 ضحية فلسطينية جراء الاعتداءات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، 19 من هؤلاء في محافظة جنين، أي 2/3 الضحايا في محافظة جنين. نضال، بالنسبة للسلطة الفلسطينية هي دعت إلى تدخل دولي، لكن الجيش الإسرائيلي كقوة احتلال يستطيع فعل ذلك، ومزيد من القتلى رأيناهم خلال العام المنصرم والأعوام التي أتت قبلها. هل يتوفر أي نوع من آليات المحاسبة للجيش الإسرائيلي أم ذلك لا يمكن تحقيقه؟ نعم ماجد، على الأقل وفقا لمعطيات مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلية حتى وليس الفلسطينية، معظم القضايا التي تقدمت بها هذه الجمعيات للنيابة العامة وللوحدة الخاصة للتحقيق مع الجنود أو مع رجال الشرطة انتهت بإغلاق هذه الملفات. في الغالبية الساحقة من هذه الملفات لا يتم تقديم لوائح اتهام، وحتى
عندما يتم تقديم لوائح الاتهام المحاكمة تنتهي بتبرئة الجنود إلا في حالات قليلة جدا، وبالتالي الكثير من المؤسسات الإسرائيلية تنازلت حتى عن تقديم شكاوى للجهات القانونية الإسرائيلية. أيضا التعديلات أو الثورة القضائية التي يباشر بها رئيس الوزراء نتنياهو ستصعب من هذا الأمر. على الأقل إسرائيل كانت تستطيع الادعاء أمام المجتمع الدولي، أمام المؤسسات القضائية الدولية، بأن لديها منظومة قضائية تستطيع محاسبة الجنود، وإن لم تكن تفعل ذلك على الأرض على الأقل يمكن الادعاء بذلك. الآن ومع المس بالجهاز القضائي الإسرائيلي سيكون الموقف الإسرائيلي أصعب أمام الجهات الدولية. إسرائيل معنية الآن بالتهدئة أيضا بسبب زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة مطلع الأسبوع القادم. نتنياهو لا يريد أن تكون الأرض مشتعلة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مع العلم بأن القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي الفلسطينية سيكون على جدول أعمال هذه الزيارة. من القدس مراسلنا نضال كناعنة، شكرا جزيلا لك.